الإيميتريبتايلين هي عبارة عن مادة فعالة ممكن نلاقيها على الدواء بنفس الاسم، ممكن تكون موجودة باسم تجاري اسمه التريبتزول. ده بيكون موجود بثلاث تركيزات، في منه 10 وفي 25 وفي 50 ميلي جرام، بس الأكثر شيوعا هو ال 10 وال 25 ميلي جرام. الدواء ده بيصنف ان هو واحد من مجموعة كبيرة من الأدوية اسمها التراي سايكليك أنتي ديبريسنت، مجموعة قديمة بتعالج الاكتئاب يمكن من سنة 1960 تقريبا. الدواء ده بيشتغل عن طريق انه بيدخل للمخ، بيبدا يزود من تركيز السيروتونين اللي هو هرمون السعاده وناقل عصبي في نفس الوقت، وكمان بيزود من النور ادرينالين اللي هو ناقل عصبي. المادتين الاثنين دول لما بيرتفعوا في المخ مزاج الشخص بيبدا يرتفع، وبالتالي بيعالج الاكتئاب. فالدواء ده مصنف اساسا ان هو بيعالج الاكتئاب كانتي ديبريسنت، ولكن كمان الاميتريبتايلين عندها القدرة ان هي بتقفل مستقبلات الهستامين في المخ فبتسبب نوم، كمان بتقفل نوع تاني من المستقبلات اسمه الماسكارينيك، ليه مشاكل واثار جانبية هنقولها. كمان عنده القدرة انه بيقفل مستقبلات اسمها الالفا 1 على الاوعية الدموية، فممكن يسبب نوع من انواع الهبوط خصوصا لو الشخص كان جالس ووقف يحصل دوخة ودوار نتيجة الهبوط ده. الاستعمال الرئيسي للدواء ده ان هو بيعالج الاكتئاب، ولكن ما يعتبرش خط علاج اول، ممكن خط علاج تاني لما الادويه الرئيسيه اللي اقل اثار جانبيه ما تفيدش. علشان كده بيقولوا ان احنا بنستعمل الدواء ده في الاكتئاب العنيد اللي مش بيستجيب لادويه الخط العلاج الاول. كمان الاميتريبتايلين بيستخدم لعلاج النيوروباثيك بين اللي هي الام الاعصاب الطرفيه، تماما زي الليريكا ونيورونتين، بيدي نفس الفعاليه بالظبط. كمان الاميتريبتايلين من الادويه اللي بتستخدم في الوقايه من نوبات الصداع النصفي، ما يسكنش ألم الصداع ولكن يعمل وقاية من حدوث النوبات. كمان ممكن بيستخدم بالجرعات الصغيرة اللي هي 10 و 25 ميلي جرام علشان يعالج الأرق، علشان هو بيسبب نوم. ركز بقى معايا في الأثار الجانبية بتاعته عشان كتيرة شوية. طبعا احنا شفنا ان هو موجود بتركيزات مختلفة، وكل ما الجرعة بتزيد كل ما الأثار الجانبية دي بتكون فرصتها أكتر. ممكن يعمل جفاف في الحلق وجفاف في الريق، ممكن يعمل إمساك، ممكن يعمل احتباس في البول خصوصا عند مريض كبير في العمر أو عنده مشاكل في البروستات، لو في تضخم في البروستات بيزود من دقات القلب، يعمل دوخة ودوار وهبوط في الضغط زي ما اتفقنا، وخصوصا لو الشخص كان قاعد ووقف. بيسبب نوم اللي ممكن يكون ميزة وممكن يكون عيب، بيفتح الشهية وبيزود الوزن. الشخص الكبير في العمر ممكن يدخله في جلوكوما، ارتفاع في ضغط العين. مع الجرعة الكبيرة والاستخدام لفترة طويلة بيعمل عدم رغبة جنسية وضعف جنسي. خد بالك كمان ان الدواء ده لو اتاخد بجرعة كبيرة مثلا عن طريق الخطأ ممكن يسبب مشاكل قوية جدا على القلب تؤدي الى توقف القلب.